موجودين في المستثمرة الفلاحية للإخوة حمادة، اللي المستثمرة مختصة في شعبة الحمضيات، منها لا كليمونتين مسرقين سون بيبان اللي هي معروفة عالميا. هاد المستثمرة راهي في الحمد لله الموسم السنة كان منتوج تاع لا كليمونتين منتوج الحمد لله وافر، رغم انه كان الجفاف شوية. وهنا كيما نعرفوا الحمضيات هادو تتطلب الماء بزاف. مازال من الشهر داخل تولي حلوة شوية. المستثمرة هذه كما راكم تشوفوا راهي تجدد في هذا الشعبة لا كليمونتين مسرقين، اللي هي راهي كما نقولوا راهي مسنة، راهي بحوالي كما الأشجار الأولى راهي في الـ راهي تفوت القرن. حنا هذا الشيء رانا نعاودو نجددو ان شاء الله باش تقعد هذه الشعبة دائما في ما تنقرضش. ونفس النوعية هذه لا كليمونتين مسرقين، احنا نعرفوا بعض النوعيات اللي هي دخلت جديدة، هذه تاع اسبانيا الاورو جروندي وكاع دخلت، بصح حنا توجور قعدنا في هذه الشعبة ورانا نجدوا فيها باش ما تنقرضش ان شاء الله. شو احنا رانا من وين تا قال لي 6 سنين. وكانت تاني كنا كان عندنا ملتقى مع سيد الوالي سيد سعيد سعيود، دار واحد المبادره مع الفلاحين ونشكروا على هاد المبادره اللي دارها. وكانوا كاع الفلاحين الحمد لله كانوا جاوا بكثافه وطرحوا الانشغالات نتاعهم كاع ما يخص تسويه، راه كان وعدهم في تسويه العقار الفلاحي. ومنها تاني كنا في كنا هضرنا على الجفاف اللي راه صاري، وعدنا تاني كنا وعدنا عطانا وعد بفتح الابار، فتح الابار اللي هي مغلقه اللي تابعه للدوله. ها والفلاحين فرحوا بزاف خاطش اول مبادره اللي يديرها والي سعيد سعيوز، والفلاحين تنشطوا في هذا الاطار هذا ونشكروه بزاف. وحنا كونا كفلاحين احنا كي نشوفوا كيما هكذا رانا نزيدوا في الانتاج تاعنا، ونعرفوا بلي الدوله راهي واقفه والمسؤولين راهم الحمد لله واقفين معنا وراهم متبعيننا، حنا نقعدوا معاهم اجور وهما ثاني راهم معنا اجور. وحنا كفلاحين رانا كيما نقولوا الاول شيء رانا نوفروا المنتوج الغذائي لتحقيق اكتفاء الذاتي. شابين